إشارة إلى توجيهات محافظ نينوى أثناء الزيارة إلى منطقة الهرمات الأولى قبل أسبوعين. باشرت كوادر مديرية مجاري نينوى بتنفيذ مجرى بقطر 2100 مليم في هذه المنطقة لتخليص هذه المنطقة من التجمعات المائية، حيث أن هذه المنطقة تعاني من تجمعات وبرك مائية على مدار السنة. كوادر مديرية مجاري نينوى تعمل بنظام الشفتات. قمنا اليوم بالتأكيد على الشركة المنفذة بالإسراع بإنجاز العمل بأسرع وقت ممكن، إضافة إلى التزام بالشروط السلامة العامة لغرض الحفاظ على حياة المواطنين. بدورنا كمديرية مجاري نينوى نقوم بزيارات يومية من خلال لجان المتابعة وبالإشراف بصورة مباشرة على هذا العمل لغرض إنجاز العمل وفق المواصفات الهندسية وبأسرع وقت ممكن لرفع معاناة المواطنين في هذه المناطق، كون هذه المنطقة تضررت بصورة كبيرة نتيجة هذه التجمعات المائية. ومن هذا المنبر نعاهد المواطنين الكرام في محافظة نينوى على تقديم أفضل الخدمات إن شاء الله لغرض راحة المواطنين.